أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من فضلك أعيد ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما
ما كان يغني عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ميم مشددة ما يظهر الغنى ولما دخلوا مد الأصل على يوسف آوى مد البدل آوى إليه أخاه مد العرض للسكون.